الزواج اللي على ظهرك. خلاص خرجت في الدنيا. هو البارح عيطوا لنا قال لكم بحال الجار عطاتني. راه غا الجار هاد الشيء. عامله لها بصح. هاد الشيء غا الجار. انا حسبني هكا يهضر. ما فكرتش حتى في ولادو شنو غيلبسوا شنو. هاد الشيء غا كاي. والله الا حوايج اللي خرجتها الجلابه. هذيك عطاتها الجلابه. هبطنا عندهم الصباح غدخل لبنيتها للمدرسه وحنهار عندهم الامتحان غدخل لبنيتها للمدرسه صبنا الباب مسدود. قايلنا عند هاد الجواد هاد الجيران راه فين؟ يا صاحبي طلقتي صافي بدينا. اذا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه طنجه. اذا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي اللايف ديالنا اليوم هي ما عرفتش شنو نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. غادي تشوفوا كيفاش زعما من بعد عشره ديال 14 عام، العشره يعني جوج وليدات قالت لي 14 هي قالت لي 14 عام الحاج 14 عام ديال الزواج. هاد السيده هادي ولدت مع الزوج ديالها جوج وليدات 14 عام العشره فيها الحلوه فيها المره، صبرت معاه بدات معاه من الزيرو ما كان عنده حتى شي حاجه حتى بديت بيتو كوزينه. حتى واحد النهار دار لاباس دار طوموبيل رجع خياط دار هذا دار مشاريع الى اخره. السيد زاغ تحلو عيني صار ما بقاتش كتبان له مرته، كل نهار في سامح فيها، كل نهار الحاله اللي رجعت عايشه فيها لا حول الله. شوف انا ما غاديش ندخل معكم التفاصيل، بغيتكم اليوم في هذه الساعه هذه دابا شوفوا الليل وحنا مع هذه السيده هذه اللي مربيه في الزنقه، بغيتكم تسمعوها شنو غادي تعاود لكم هي كيفاش شنو دازت معاه شنو عانت معاه. عندها وليداتها صغار، عندها بنيتها مازال صغيره فاش كتعصب هي حدايا راه كتشلل. جات خرجت اليوم غادي مشات تقضي صوالح الحاجات كتجبر، حنا قالت لي باب الدار جبرات جوج تبدل عليها اللوبه. تخيلوا تخيل تخرجي من دارك ترجعي تلقاي راجلك بدي عليك اللوبه، فين غتبات في عز البرد وشا كطيح والمدبرت في مدينه طنجه. جي غتجي غتجبر راسها من اليوحه في الزنقه هي ولاده. تخيل ثلاثه النفوس دابا في الزنقه والام ديالها حتى هي معاها، الام ديالها هي حدانا كتبان ياك كتبان لك الام ديالها حتى هي معانا، يعني لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي غادي نخليكم معها غتعاود لكم بالضبط التفاصيل، فوقاش خرجت فوقاش دخلت شنو وقع لك معاه بالضبط، عاودي لينا فوقاش تزوجتي به كيفاش كنتو قبل هذا الوقت هذا وفوقاش بالضبط تغير عليك هذا السيد حتى دابا اليوم مرميه. احنا جينا عندها اليوم جبرناها مرميه في الزنقه معها احبابها، لا نقول حبابها ومن الجيران الحمد لله مي مازال الخير الحمد لله كنلقاو بحال اللي كنقولوا الجار على بعضو هاي الحمد لله. احنا جبرنا الجيران معاها هما اللي واقفين معاها هما اللي اتصلوا بينا. جات هي مسكينه هبه بالدار، ها هي دارها وهي فين غتبات هاد الليله في العتبه ديال الدار، ما عندها ساروت ما عندها فين تمشي ما عندها فين تجي هي وثلاثه ود النفوس هنا في الزنقه. عاود لي بالضبط شنو وقع لك معاه وامتى بالضبط بحال نقول يعني الشيء بديتوا هاد المشاكل وليتي كتشوفوا راجلك راجل واحد اخر. انا شبر انا هاد الانسان تزوجتو زعما يعني ما كان بيني وبينه حتى شي حاجه شي مشاكل ولا شي حاجه ما كانتش بيني وبينه، كنت صابره على القليل. كنت صابرة عليه ما ديتوش زعما عنده ولا طامعة بشي حاجة كانت عنده ولا شي حاجة، لا أنا الإنسان كان خدام معايا في المعمل. يعني المعمل كنتو خدامين ديالها شنو كنتو كتخدموا؟ كنا الخياطة جوج بيكم تينا وياه أنا وياه خدامين الخياطة، خدمنا أنا وياه يعني كيبان كيبان لي درويش يعني إنسان عادي صافي، قلت أنا درجة درجة يعني نطلعوا يا ديك بقينا هكاك جيت انا تزوج هو بغاني وانا بغيتو تزوجنا وداك الشيء صافي. بقينا خمس سنين ما جابش الله العواول، داك الساعات كنا كنقورو يعني فين نديرو بيت، وخا تزوجت معاه في بيت وكوزينه مع عائلته قلت له ماشي مشكل. كنتي مع عائلته في الاول يعني صبرتي وبقيتي في الاول ما كانش عندكم دويريه ديالكم بوحدكم، كان دارك يضر موباه نسات خوتو عائلته مو هادي كنا. مهم انا الوحيده اللي عاطيني بيت وكوزينه، خوتو عائلته كل واحد عاطينه طبقه متسعين، انا الوحيده اللي غريبه فيهم فهمتيني. جيت انا هي هادي قبلت على داك بيت وكوزينه قلت له ماشي مشكل دابا نديرو الدار ديالنا. المهم شفت واحد الجو في العائله ديالهم غريب غريب بحال يا زعما شنو الغريب بحال اللي انانيين كيبغيو راسهم ما كي كانوا كيتعاملوا معاك كتبغي تحاولي تقربي ليهم وتحس بيهم عائلتك وتحس بيهم يعني تحني فيهم
تقولي هذيك عائلتي خليتها عائلتي انا جبرتها، هما لا كيحاولوا يحاسبوني، يحسبوني دائما غريبه، دائما برانيه، دائما علاش نسد خوتو كاملين من عائلتهم، انا غريبه، انا ماشي شي وحده منهم، انا من فاس فهمتيني. منين تزوج هذا الانسان صافي قلت له انا هذه العيشه مع عائلتك ما بقيتش عجباني، وهادي غنمشيو للسكن. مشى تشاور مع باه الله يرحمه، كان عاد مات في كورونا مات. هي هذيك منين تشاور مع باه قال له انا حقا غادي نمشي للسكن ما نمشي للسكن، قال له كيفاش انا عندي طرف الارض في سيدي ادريس وانت كتقول لي غادي نمشي للسكن؟ هذيك الدار لمن، هذيك الارض لمن عاطي دايره؟ انا دايرها لولادي، سير انت وخاك تبنيو فيها. هي هذيك جينا انا وخاها الدار، تخاها الدار ديالي فهمتيني. طلعنا بنينا انا وياه، بعت ارضي مع خوتي عطيتها له، بعت ذهبي، بعت خدمت معاه 5 سنين وانا خدامه معاه. مهم يعني بنيتيها انت وياه، ما بناش بوحدو، بقيتو كتقاتلوا انت وياه، انت خدامه هو خدام، كتجمعوا ولدك اللي كتب الله باش انتوا مازال ما عندكمش. كنا يعني قلت له انا ما جابش الله العواول صافي نديروا على ما يجيو العواول تنكونوا حنا درنا المستقبل ديالنا، درنا الدويره ديالنا. يا ديك بنينا الدويره هذه، طلعنا بثلاثه ليطاج انت كتشوف فيها، بنينا وطلعنا وداك الشيء صافي. قال لي منين بنيه عيد الدار ديال السفلي ديال كنكتبوا لك في اسمك. دازت ايام وجات ايام ولات البنيته الاولى، البنيته الثانيه، الراجل بحال لي يعني زاغ، ما بقاش يعني شد معك الخط ولا كيحن فيك ولا اصلا ما كيحنش فيا فهمتيني. وين يعني زاغش من ناحيه كيفاش شنو؟ ما بقاش معبر كاع كاينه في الدار ولا ما كايناش، ما معبركش لا كاينه ولا ما كايناش ولا موجوده كاع في القاموس ديالو ما كايناش صافي. البنات مساكن كيقولوا لا بابا خرجنا، ما كيجي ما كيسول فيك، ما كيحن فيك، ما كتعرفش شنو ناقصك شي حاجه ولا واش ناقصني داري شي حاجه. شراو لي سروال كيشوفوا لي مقطع تحت مني، لا ما شراو لي شو، هما مساكن اختي هذه اللي خدامه كتشري لي صافي، مع عارفه راني مزيره ما بين جوج وليدات، ما يمكنليش انا نسمح ببناتي. انت مزوجه وعوض ان راجلك اللي يصرف عليك ويشري لك، مازال يعني عائلتك هي اللي فاش كتخصك شي حاجه هي اللي كتصرف عليك، وهي اللي لك يمين. الاسبوع الاول هما قاموا لي به، الاسبوع الثاني قام لي به النص والنص. قلت له شوف علاش قاموا لك بالاسبوع الاول؟ واش ديك الساعه واش من اللي ولدتي هو داير بحال هكا؟ لا احنا اول حاجه احنا عندنا العاده الاولانيه، الاسبوع الاولاني كيديروا احنا في الداخليين كنديروا حنايا ديروا المراه الولده الاولى فهمتيني. واني الولده الثانيه سميتو دار تواز المسؤوليه ديال شي حاجه وشي حاجه ميك عليها فهمتيني. منين هذا الراجل دار الطوموبيل، دار كونغو، دار هادي، دار ولا سمسار الطوموبيلات، ولا دار الدار صافي، ما بقاش معبر، كيشوف غير في الزنقه، كيشوف غير على برا فهمتيني. يا ديك البنات كيقولوا له ابابا خرجنا، ابابا ديرنا، ابابا شو عملنا، شو عملنا، شو عملنا كيخرج ولادو، شو عملنا كيتلف ولادو، شو عملنا كيدير. يقول لي علاش كتقولي انت كتقولي لهم هاد الهضره هادي ديال محرطه انت محرشاهم ضد كيطلوا من الشرجم، كيشوفوا عمهم كيدخل لولادو السقاطه كيتهلا فيهم كيخرجهم كيدير كيفعل. انت رد البال شويه لولادك، علاش تقولي هاد الهضره هادي؟ انتينا ما مزيانش، انتي ما صالحاش، ما نخرجش، ما نديرش، ما نفعلش صافي. هاي تقول لك بنتك، بنتي يعني تقول الواقع دبها تقول فهمتيني. جيت انا ياديك مشينا، منين هذا اكتشفت ان الدار، حسيت بان الدار مكتوبه في اسمه، مشيت لاماديس قلت لهم الله يجازيكم بخير، بغيت نشوف هاد الدار هادي في اسم من الوراق الدول ما قالوا ملكيه راه في اسم الراجل ديالك. مني جيت واجهته قلت له انا راه الملكيه بالدار في اسمك، كيفاش انت كتضحك عليا، كيفاش كدير، كيفاش كتفعل؟ ساقوا الخبر الدار ديالهم، قالوا هذه غادي يكتب لها يدير لها، ناضوا له ما خلاولوش فهمتيني. قالوا كيفاش ساقوا الخبر؟ هو مشى، حيت انا فاش مشيت ناضت بيناتنا واحد المشاكل هنا في الدار، تغاوتنا وهذه كيفاش كتضحك عليا مع هو في التليفون، كيصونيو عليه البنات في التليفون. كيشوف بلاد زعما هو خياط جلال، ملي كنقول له انا صوني البنات بزاف كيقول لي الناس خدامين معايا حقها هذه، عطاتني جلابه حقها هذه، وهي ما كاينه لا جلابه لا والو. انا هذه بنتي الصغيره اللي عندها 5 سنين خرجها غير في العيد الكبير دعم الاول، خرجها قالت لي ماما راه تلاقى شي وحده سميتها بشرى وراه قال لها نشري لك لا كلاص واللي بغيتي نشريه لك، عي امري يلا
ها بنتي قالتها يعني كان كيدير علاقات مع بنات اخرين ومرته في الدار هي ولادها وهاملو ما مسوق لهم شي بالعربيه كنخرج الزنقه كاين بنات في الزنقه وانت نابيك الدار صافي ما بقيتيش محتاجك ما بقيتش محتاجك ما بقيتش مصالح لي ما صافي داز وقتك صافي صافي انا نعيش حياتي دابا عاد من جديد صافي ما بقاش حنف ولادو على الاقل انا ما مزياناش ما صالحاش صافي حنف ولادك دابا هاد الليله انت كتشوفي انت هاد الليله شكون هذا اللي كيخرج ولادو في هاد الليل في هاد البرد علاش ني درت لك جا عندي نهار اثنين قال لي انا قلت لي الطلاق خرجت لي 8 المليون قلت له انا شكون اللي رفع الدعوه الطلاق كيفاش وصلتوا كيفاش وصلتوا النقطه ديال الطلاق هو قال لي الشاري راجع للدار هو قال لي الشاري راجع للدار في شهر 9 في شهر 7 قال لي الشاري راجع للدار وبقينا هكاك كان عندي الكاري في السفلي وانا ساكنه في الفوقي بقى كيدابز مع الكاري خرج ما تخرج خرج ما تخرج جا شهر 9 عطاه 1000 درهم دور له على الدار سوق روا حيت انا قال كان باغي يخرجني انا الاولى حيت انا قلت له لا كنتي بايعه الشاري يعني جاي شري الدار صافي تنشوف الكاري خرج بحال حسيت بشي حاجه غادي يديرها لي فهمتيني قلت له انا حتى الكاري خرج عاد نخرج انا شني دار مشاكرة الكاري وعطاه 1000 درهم وجاب له الهوندا حتى لهنا وجمع له الرحيل ديالو وخرجوا وانا الله غدا المهم بيناتنا يومين انا والكاري جا واشني دار قال لي واه الكاري خرج صافي سعيده غير 15 يوم نكونوا شرينا الدار الاخرى دابا غير خرجي وهادي دابا غير خرجي زعما ندوروا على شي جوج بيوت هنا حطي فيهم الرحيل ديالك والباقي نحطوه في الدار ديالكم وداك الساعات ندوروا 15 يوم نكونوا في الدار جديده انا خاي عندي داير لي المشكل هذا خا قال لك داير له المشكل ما بين عائلته كيوصل له الخبر ديالو دابا بحال هكا لا تنوضت انا وياه في الدار هنايا كينوض له المشكل هو في الدار ديالهم كتنوض له امه كتقول له انت ما كتفاهمش معاه انت ما كديرش هي ناويه على الدار هي باغيه الدار كيفاش كيسوقوا الخبر المشاكل ديالكم دابا انتم مستقرين ساكنين بوحدكم بعادين على عائلته كيفاش كتوصل الاسرار ديالكم ديال الدار عائلته دابا انا كنقول لك على الهضره اللي كيقول لي هو باش يعني نعرف انا شكون اللي كيوصل له ولا شكون اللي كيقول لهم عائلته ما نعرف انا هو اللي كيقول لي كيقول لي هذا كينوض لي المشاكل لا خا كينوض له المشاكل فهمتيني منين انا هي هذيك ثقت به قلت انا صافي نبعدو منها ما يشوفونا لعائلته وحنا بقينا دخا هذا اللي قدامنا صافي نبعدو باش نبقاو عزازين هي هذيك انا خرجني لواحد جوج بيوت هنايا منين خرجني قال لي قلت له فين الشاري قال لي الشاري ما كاينش فين الساروت الساروت رجعته لامي مشيت عندها العجوزه قلت لها خالتي قالت لي شني قلت لها انا مزوقه فيه قلت لها العواول ديالي راه داك جوج بيوت راه مظلامين ما فيهم لا شراجم لا والو حنا جلسنا 15 يوم غير باش يعني يشري لي دار وحده اخرى كي درتو دابا خديتو الساروت الشاري ما كاينش كيفاش هادشي هذا وانا العواول المرضولي راه كنحط لهم الطاجين ما كياكلو كيحط لهم الماكله ما كياكلوها لا بغيتهم ياكلو راه حتى كنخرجهم للرياض عاد كنشري لهم شي حاجه في الرياض عاد كياكلوها دابا هاد العواول راه واش نخليو لهم نفسيتهم هكا راه الدار ما ارتاحوش فيها يعني مولفين في الدار ديالهم مولفين في السطح ديالهم مولفين يعني يخرجوا يدخلوا هادي راه داك الدار مغموق راه كتمرض بناتهم كتمرض جات هي قالت لي ما عندي ما ندير لك انا عطيني 5 د المليون عطيني 8 د المليون ورجعي لدارك قلت لها كيفاش نرجع لداري وانا خدمت معاه وانتينا انتينا بيدي قلتي لي طلعي وبني داك الارض وما يخرجك منها حتى واحد عيبني مع ولدي وما يخرجك منها حتى واحد قلت لها كيفاش قالت لي وهادشي اللي كاين تحطي 8 د المليون ادخلي لذاك الدار ما تحطيش 8 د المليون شغلك هذاك منين جا هو في العشيه بحال هكا في المغرب وجا ودخل حسيت بانه هو امه متقاريان عليا فهمتيني منين خرجت من الدار ديالهم جايه لهاد البيوت اللي كريت منين هذا قلت له قال لي شني دارت معك الوالده قلت له انا قلت لها شني كاين واشني كاين قال لي وانا قلت لك راه ما تبغيش تعطيك الساروت وتقول لك عطيني 8 د المليون قلت له دابا شني قال لي دابا اللي دارت امي هي اللي كاين قلت له دابا صافي ملي مشيت للدار بقيت كنتراجع مع نفسي وهادي حسيت كاين واحد النظرات بينه وبين امه يعني بحال لي يعني انتينا باغيين يديروا لك شي فق يخرجوك من هاد الدار باش ما كان هي هذيك ملي بقيت هكا قلت دابا شني غندير شني غندير غادي نحماق داك الشهر شهر 9 بقيت غادي نحماق هي هذيك جيت لهنا فرات نكذبش عليك جبت رحيلي حطيته هنا في هاد الساحه هادي راه عند اختي مصور في التليفون
صورته مشيت عند وكيلة الملك باش ندفع الدعوة ديال عند وكيلة الملك جبرتها الثلاثة هي هذيك مشى الحال على وكيلة الملك كانت خرجت جيت لهنا كيفاش نشوف شت راسي كيفاش واش نبقى انا في الزنقة واش نبقى رحيلي حوايجي في الزنقة فرعتها ودخلت مني فرعتها ودخلت حوايجي ودخلت جاو هجموا عليا عائلته كاملين هو خوتي انت راسك ولا داخلك المخزن دخلت داك الساعه ترى هي هذيك منين دخلت شني غنجبر اجبر الثلاجه ولا بادوره والسخان قال لي عطاهم للمعلم ما عطيهم لا المعلم لا والو جبرتهم في الدار جبرت بيت نعاس جديد ندخلها ومدخل مطربه وناوي على الزواج ولا ناوي على شي حاجه فهمتيني هي هذيك بقيت هكاك عرفتي منين دخل عرفتي هادو شنايفو بويض قال لي كيفاش دخلتي كيفاش قلت له انا دي الدار بناتي والدار ديالي علاش مخرجني منها هي هذيك داونا الصطافيك ديال البوليس جاو البوليس جاو داونا للدائره العوامه منين مشاو داونا للعوامه قال لي صافي اختي رجعي لدارك صافي رجعت لقيت باي جبت لا قلت لها رجع قال لي البوليسي قال لي صافي رجعي للدار ديالكم رجعت للدار ديالي بدك الليله ثلاث ايام هو دار راسه في غيبوبه ودار راسه حمق وبقى كيحيد حوايجو وهكاك رفدته حق الله العظيم ورفدته وخا داكشي كامل ورفدته كيطيح لي في الطواليت حاشك وكنهزو وكنغسلو وكندوشلو ورافع ليا دعوة طلاق وانا ما عارفاشي حق الله العظيم ورافع ليا دعوة طلاق وانا ما عارفاش حتى الاربع الجاي اللي موراه طلع عندي معنف طالع حاسب امي ما كايناش كانت معايا مسكينه مع داك المشاكل وداك داك الليله مشات قالت لي بنتي نجيب الدواء ديالي ونهدا ونجي مشات داك الليله كتبكي حست بشي حاجه غادي توقع ليا ضربني النيفي نفخ لي وجهي كامل نفخوا لي هي هذيك منين هذا جيتي كلاريتي عملتي شهاده طبيه ديك شهاده مشيت شحال فيها شهاده فيها 22 يوم مشيت لمحمد الخامس لا غدا مشيت عاوت عند الطبيب ديال المحلف دار لي 22 يوم مشيت عند وكيله الملك ملي مشيت عند وكيله الملك داك الساعه جاتني استدعاء الطلاق جاتني للدار ديالنا هو جاب عاون القضاء جابوا للدار ديالنا جاب لي استدعاء هي هذيك عيطت لي اختي قالت لي راه جاتك السيده ديال الطلاق قلت لها كيفاش قالت لي راه جاتك قلت لها دابا جيبيها لي باش ندفعها مع المحضر مع الدوسي هي هذيك دفعتها عند وكيله الملك قالت لي كيفاش هو رافع عليك دعوه طلاق قلت لها الدعوه يعني هاد الدعوه راه جاتني دابا راه اختي شدت الطاكسي وجابتها لي هي هذيك عطيتها لها الوكيله الملك قالت لي رجعي لدارك عاوتاني رجعوني صافيك عاوتاني رجعتني لداري صافي جوج مرات وما كيرجعوني يعني المخزن حقيقه يعني واقف على مع في وجه هاد البنات يعني واقف انا كنحلف لهم بالله كنقول لهم انا والله ما كنزيد عليه قد هكا ما كنزيدش هادشي عليه صافي ما عندك مشكل معايا نتبعوا المخزن تتبع المخزن اللي دارك قولوا وانا اللي دارني نقولوا صافي انت ويا عمرك ما جلستي انت انا وياي داو تعرف شنو المشكل بالضبط النهار اللي عرفتي بلي راجلك دابا حيت قبيله قلتي كتشوف التليفون ديالو كيصونيو بالبنات قلتي بلي كذلك بلي بنتو سبق لها خرجت معاك ومع واحد كانت معها شي بنت اخرى انت ما عمرك ما حاولتي تجلس مع راجلك تعرف شنو كاين شكون هاد البنات هادو اولا علاش تغير معاك علاش تغير معاك كذاب هو اصلا كذاب عرفتي كيدير لك واحد الفيلم يعني عييت منطق بيه شنو كيقول عارفه كذاب عارفه كيقول لي هادو بنات عاد كنخيط لهم حق الجلالب انا خيط الجلالب وخيط جلالب حاولتي شي تحاول شوف قلت له ياك انت خدام في المعمل كتخيط للناس هادو في المعمل كتخيط لهم الجلالب ولا عندك شي مشكل معاه ولا زياده ولا نقصان ولا تخيط له ولا تقطع له ولا تفصل له هضر معاه في المعمل علاش هاد التليفون كيصوني في الدار يعني راه في الدار خصك تحترمني وتحترم الوجود ديالي وتقدرني انا واش تبغيني كنقول له واش تبغيني شي واحد انا يعيط لي في الدار معاك وانا يعيط لي ونقول لك هذا فلان ما تبغيش كيقول لي انا هادي خيط لها جلابه انا هادي نشد لها واحد جلابه ما جلابه كنقول له انا انت جلابه ما عندي كدور في الدار ما اللي خرجك من الدار شوف بعيدا عن هادشي ديال البنات انت وياه
حنا مثلا شوف كنعرفوا بلي حنا النساء كنقولوا النساء فاش كتوقع شي حاجه كنحسوا كنكونوا عارفين. لاحظتي راجلك تغير معاك وعملته معاك تبدلت قلتي نهار اللي ولتي الى اخره تغيرت وخرجك للزنقه مره الاولى الثانيه الى اخره تطورت الامه اللي وصلت الام ديالو هذيك النقطه انا لحد الان ما فهمتهاش وانا مأكده بان حتى المشاهدين ما فهموهاش علاش شنو علاش الام دابا انت انا تلاحتي الزنقه انني عرفت الدار ديالو صافي تغير علاش عارفي علاش قولي لي حقي وعلاش قولي لي الدار ديالي وعلاش قولي ولكن بنيتيها معاه واتفقت نهار الاولاني ان ديك تحتي ما عنديش اثبات بانني بنيت معاه انا غير كنت كنعطيه انا طايقه فيه انا كنت طايقه كي الحماره كي البيمه صافي انا كان حاجك يعني انا كنت يعني ما نكذبش عليك انا ما نكذبش عليك انا ما عجبنيش الحال انني ثقت فيها الثقه كامله عمياء بزاف. ومين كان كيبني في ديك الساعه ما كنتيش كتقول له اجي دابا مثلا تكتب لي اجي دابا ولا مثلا تكتب لي با تكتب لي با يكتب لي با نكتب لك انا ما نضيعكش كيقول لي والله ما نضيعك كيحلف لي بالله كيقول لي والله ما نضيعك. ما خفتيش ديك الساعه مثلا نفترض انكم كاع طلعتوا وهذا ولا مثلا هاد الشيخ ديالك الله يرحمه ما كتبلوش كاع ما طاحتلكش بالك انا واحد النهار يقدر يديمو الامانه امانته اولا كاع يتعكس هادشي هذا ويبقى با يقول له انتم ساكنين ولكن فهمتي يجي واحد النهار غادي ترجع هذه الدار ديال الوراثه ما غتبقاش ديالكم. ديك الساعه فاش كنتوا كتبنيو ما حاولتش انكم مثلا تجبروا واحد الحل في الاول انها تكتب مثلا بسميتو مور ديك قبل ما تبداو انكم تبنيوها النهار اللي عطاها هاد الارض هذه. انا كنقول انا بنيتها انا وخا ما يمكنليش با انا عارفه با انا باكا كنعايش دابا حاليا ما يعجبوش هذا المنظر هذا ما يعجبوش هذا الشيء هذا ما يعجبوش هذه النباته ديال هنايا وهذه الجلسه ديال هنا ما تعجبوش كرا دار لي الحل حيت انا شحال من مره مشيت عند با الله يرحمه وشكيت عليه كيقول لي بنتي جلسي في دارك خصك شي حاجه ديال المصروف انا نصرف عليك اي مهم ما تخرجيش من الدار ديالك انا ولدي عييت ما نهضر معاه انا ولدي عييت انا با ما كنظنش انه غادي يلوحني للزنقه ولا غادي يدير لي شي حاجه يعني شي حاجه اللي تضرني وتضر ولادي ما كنظنش يديرها لي حيت با انسان معقول امو وخوته هما اللي غاديين معايا في هذا الشيء هذا هما اللي ماشي منهم ماشي من بلادهم ماشي من علاش نسد خوته كاملين من بلادهم من العائله ديالهم من وزان انا لا انا من فاس شحال من مره على الطبله وكيقولوا لي بن العروبيه راكي عارفه ان الناس العنصريين هنا ديال طنجه العروبيه 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 لاش حنا كنا مسلمين حنا كنا خوت حنا كنا كنقولها لهم كنقول لهم هي كان بحالي بحالكم شني كندير لكم شني يجي شي واحد ها هو انا كنواجهك هنايا في شوف تي في يعني لا درت شي واحد قد هكا ديال الضرر يواجهني يقول لي انتي انسانه ما مزياناش لا جيرانهم ديال حومه الصدام ولا جيرانينا لا قال لي شي واحد انا خايبه انا نقول لك انت تنازل على هادشي هذا كامل تنازل على انا كنواجهك نتنازل على هادشي كامل لا قال لي شي واحد هنايا خايبه ولا في حومه ديالهم الجيران ديالهم 10 سنين كيقولوا لي انتي نعي الدرويشه انتي نعي يعني كنسلم في حقي لا شتي واحد مريض كنهزو نديه للطبيب ونجري بيه شني في عائلتهم في وسط الدار لاش شي واحد مريض كنجري به محمد الخامس محمد السادس المهم ما يبقاش هكاك كيعجبنيش الحال كنقول انا هادو خاصك المعامله واخا كلشي انت كنتي كتمشي بالاصل ديال الحال كنقولوا ما عجبهمش داك الشيء داك الظرافه ما عجبهمش واخا كتحني فيهم واخا شنو ما قالوا لك واخا ديك الالفاظ العنصريه واخا شنو ما درتي معاهم ما اليوم فين كنتي قلتي دابا اليوم خرجتي لقيتي الباب تبدلت هو كيدير التحاليل دابا بالفقصه ديالي من شهر 9 لدابا بالفقصه ديالي مسكين عنده السكر مريض حالته هاد السيمانه هادي تزاد عليه الحال البارح مشيت حتى للعصر مشيت للدار ديالنا بايته في الصباح مع 11 جيت لهنا فتحت الباب ما بغاتش تفتح لي شني مشيت للدائره 4 نديكلاري عرفتي اللوبه مبدله اللوبه مبدله من الساعه دابا حاليا هادي الصباح هذا الصباح ديال اليوم ديال السبت شمن الساعه جيتي جبرتي مع 11 انا عوالي وانت خرجتي منها في الصباح عادي البارح انا خرجت مع العصر مشيت للدار ديالنا على حساب باش نطلل على الوالد ديالي البارح كان هو هنا ما كان هنا هو اصلا ما كيجيش عندي دابا صافي حاليا هادي مني بدينا منين بدا الدعوه وداك الشيء صافي منين عنفني في نيفي صافي ما بقاش يجي معايا ما بقاش يجي عندك لا جا كيجي بحال هكا جا عين نهار اثنين حليت له الباب حيت انا المخزن اصلا داير لي هو في السفلي وانا في الفوقي
انا كنقول زعما لا بغى يدخل للسفلي، انا كنفتح له الباب ديال هذه، كنفتحها له هي هذيك. ملي فتحت له نهار الاثنين الباب قال لي انا 8 د المليون بزاف عليا. قلت له انا لا عندك شي مشكل ولا عندك بزاف عليك ولا ماشي بزاف عليك، سير للمخزن ودفع شكايه ديالك، وانت يا انت والمخزن اللي دار معك المخزن. انا لا عندك شي مشكل سير للمخزن، انا عندي شي مشكل نمشي للمخزن صافي، المخزن غيحل بيناتنا المشكل. قال لي اول حاجه غنجيب شهاده سكنه من وزان، وانا اخر نديك للجبل وغادي تسكني في الجبل، وطلاق ما غادي تشوفيش وصافي. انا صافي الطلاق ما غادي تشوفيش، وانتي انتي وبناتك صافي ما غادي نعنفكم، غادي تبقاو هكا صافي. غنديك نزلك في الجبل وغادي تخرجي تخرجي بحوايج اللي على دارك. يعني انا حسابني هاي كيقولها وصافي، انا قلت هاي العصب هو اللي كيخليها. ساعه هو خرجك بصح حوايجك على دارك، هو خرجني حوايجي على داري. وخرجتي لقيتي الباب مجدوده، شنو درتي؟ شني درت؟ مشيت للدائره 4 حيت هي اللي فيها بيرمانوس اليوم ديال هذا. مشيت دفعت الشكايه تما، قالوا لي حتى النهار الاثنين وسيري عند وكيل الملك. اليوم في غتباتي؟ قالوا لك شنو دابا اليوم شنو خصك ديري؟ ما كاينش زعما شي حال شي حاجه في غتباتي؟ ما نكذبش عليك انا فين نبات، انا عاوتاني اللي كنخاف عاوتاني نخرج من هنا، انا ما عرفت لحوايجي لداخل ولا ماشي لداخل، كنخاف نمشي عاوتاني يهز لي حوايجي يخرجهم وما عارفين يديهم. ما حاولتيش تتصلي بيه؟ ما اتصلتيش بيه من ورا؟ نتصل بيه نزيد نعقد الامور، نتصل بيه يجي يفتح لك الباب دارك، هذه دارك ودار وليداتك وحوايجك والبنيت اللي عندك مريضه دوها، قلتي لي قبيله قلتي لي الدواء ديالها لداخل، الدواء ديالها لداخل وكل شيء ديالها لداخل. امتحان كان عندها اليوم، يعني دابا هو ما كتمشيش حتى مدرسه بنته بسبب هاد المشاكل. ضيع لي بنتي، ضيع لي حياتها هاتي، انا شنو ندير بيه دابا؟ شوفي بنتي مشله معصبه، معده ديالها مريضه، يدرد البال على الولاد، وانا انسانه قبيحه ما صالحاش. وحن في ولادك ما تخرجهمش، واحد ولادو جامعهم واحد ولادو بخرجهم حشومه حشومه. دابا الدار اللي حنا فيها هذه ديالك، الدار اللي حداها ديال 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 خو راجل، يعني دابا هادو عائلته هنا وكيشوفوا باللي ولاد خوهم في الزنقه ومرات خوهم في الزنقه. ما تدخلوش، حاولتي تدقي عليه، حاولتي تخرج، ما خرجوا عندك، ما هضروا معاك، ما حاولتي تهضر معاهم حتى شي حاجه. داز ورجعوا، عيط لخوه ما كيجاوبوش صافي. انتي ما حاولتيش تعيط له؟ كنحاول لا نعيط له، غادي نعقد الامور. هو صافي دار اللي في راسو، دار اللي في راسو، ما غادي ما غادي يبدل له حتى شي واحد شي حاجه في راسو. لي ناوي علي ناوي صافي. دارك وباقي راجلك، ومن حقك توصل التليفون وتعيط له. فين المخزن؟ داكشي اللي قال لي، قال لي نشوفوا الطلاق وما المخزن لي المخزن قال لي نشوفوا الطلاق. شنو غديروا؟ شنو غديروا ديك الساعه تخرجي؟ قلت لهم انا مستعده نخرج. واخا فاش هو قال لك انا تهاد 8 مليون بزاف عليا، ما حاولتيش انك تقول له ياك بيناتكم العيال؟ دوزتوا تبارك الله 14 عام، 14 عام يجمعها غير الطقم، فحاولت انكم ربما نجلسوا في الطابله نتفاهموا، نعملوا ديك الطلاق اتفاقي، نساليو كل شيء في جلسه واحده، اعطيني حقي وحق وليداتي والله هانينا وهانينا. ما حاولتش انك تهضر معاه. تعطي في الدار، تضيعي في الحقوق ديالك الزوجيه، تضيعي في ولادك، تضيعي ما ماشي السايبه، ما يمكنش انه يجوج بك يدي لك كيعطيني 1000 درهم. 1000 درهم في الشهر؟ حق الله العظيم لا 1000 درهم. دايش 1000 درهم؟ دايش 1000 درهم؟ واش واش بنت وحده، بنت ثانيه ديالك، واش ديال الدواء، واش ديال المدرسه، واش ديال الاعياد، واش ديال الماكله؟ ها هي هي اللي كتعاونني. ها هي اللي قالوا قالت له ادخل للمدرسه، ما شرى لهم لا كتب ولا ستيلو لا والو، في ستيلو في ما عمرك دعيتي على النفقه؟ دعيت على النفقه، قال لي خرجت لك 1000 درهم، وانا خرجت لي فاش كنت فاش كنت في الدار ديالنا، يعني فاش جيت لهنا خصك يعني تكون تصرف عادي. ما عاودتيش ما عاودتيش المره الثانيه ترفع عليه دعوه اخرى؟ انا كنت قلتي دابا لحد الان كيعطيك 1000 درهم. دابا واش كيقول لي؟ كيقول لي تنازلي على النفقه غادي نصرف. ولا تنازلت على النفقه ما يصرفش، متاكده ما يصرفش. انا كنقول اللهم داك 1000 درهم، اللهم داك 1000 درهم ولا والو. انا عارفه هي يزرفني يقول لي تنازلي، وفي الاخر المصروف يعني ما غادي يصرفش. علاش كتصرف انت هاد العيال؟ بقيتي كتخدمي؟ ما خدمتش، نكذب عليك والله ما خدمت. ها هي اختي كتعاونني مسكينه، هادي اختي، اختي رافعه كتعاونني، واختي نجات
اختي فاطمه كلشي كيعاونني، خوتي كاملين كيعاونوني، كل واحد مني كيعاونني من جهه. الجيران ولاو كيعاونوه. انت الوالده كنتي كتجلسي معاها هاد الايام؟ تقلب شويه. واه هاد الايامات ديال الصداع دابا كيقولها عائلتك عائلتك، وحنا ما كنجيش. واش انا نسمح في داري مع وليداتي ونقعد معاه؟ انا خصني واحد العيشه اللي تكون حلوه ولا تكون ضاحكه ولا تكون لعبه. واش انا نشوف واحد مزنفر فيا ونقعد معاه؟ لا، النهار اللي هرس لها وجهها ديك الساعات قعدت معاها. ايوا هادشي اللي كاين. النهار اللي هرس ليها وجهها جيتي جلستي درتي معاه؟ شو علاش قعدت معاه وقلت له اجي وليدي الله يعطيك مرضى. الناس كتطلق، ماشي عيب الطلاق، راه ماشي عيب. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. يعطيك الرضا. الناس الا ما عجبك حال ما عجبها حال، طلقوا وتقعدوا الرحبه وتطلقوا هانيين. دخلتوا بالخير خرجوا بالخير. غدا تجي تشوف وليداتك ونقول لك زيد دخل تشرب كاس داتي. نعم. ها؟ غدا كي قالت تكون شي حاجه ولا بنيتك مرضت ولا نعيطوا لك تجي تشوف بنيتك ودخل بحال الناس ما فيها باس. هما لا، هما عندهم غا العنف وما عندهم غا الضرب وما عندهم. قلت له هادي بقات تخرج بنياتك وهذا ماشي كيف الناس كيخرجوا بنياتهم ويخرجوا وليداتهم ويساريوهم. قال لها ما غنخرجش وما غنديرش في وجهها. ها هي سقسي وغاديك بنيتها راه قلبها تاع هنا البنت. قال لك ما يخرجهم ما يساريهم ما يجيب لهم. ماشي ولادك. اه الله يهديك. قلت له الله يهديك وليدي. إلا ما كلها كتطالق وكلها كتعارك وكلها كتصارك. دابا هو ما باغي ما يطلق، ما باغي يعيش مع هاد المرأة، ما باغي يصرف لا عليها لا على ولاده ولا حتى شي حاجة. الحاضرة خصو يخرج يخرجها والو، حويجاتها اللي على ظهرها هو قالها لها غاول البارح حتى النهار. قال لي نهار الاثنين قال لي غتخرجي، قال لي غتخرجي بحوايجك اللي على دارك. انا حسبني كيهضر صدق عملك ديال بصح. عمل عليه ديال بصح. مشيت نطلل على الوالد مسكين راه مطيح في الدار ديالنا هادي سيمانه وما كيديروا له التحاليل. هادي مور هادي هادي مور هادي. راه عندي حتى الشواهد ديال الوالد. مشيت البارح قلت انا نمشي نطلل عليه ونبات عليه ليله ونهود نجي في الصباح. داكشي اللي درت. قلت انا الصباح البنت تقرا مع الجوج نجي. جينا مع 11 جينا فتحت درت الساروت ما جبرتش ما نفتح صافي. ها الساروت عندي دابا. ما حاولتيش تفرعه قلتي لي اول مره اخرى فرحتي ودخلتي. عرفتي علاش؟ صافي قلنا حيت هجموا عليا عائلته هنايا وهادي والعائله تخلعت لي وتشلات لي هنا. انا ما نخسرش بنتي على وسخ الدنيا. من انا ما نضيعش انا بنتي مسكينه عقبيلات. قالت لي ماما ما تفرعيهاش. ماما ما تفرعيش الباب عافاك. ماما في غتبات اليوم في غتبات غتبقى في هذا البرد هذا غتجلسنا في هذه السمره انت وليداتك. قال لي يلا اش غندير؟ انا الجيران الحمد لله ما خرجوا لي الحوايج خرجوا لي البطانيه. امو فين ساكنه امو؟ حمد صدام. حوايج مشي عندها تهضر معاها. ربما تحن ولكن تحن هادو ولكن هادو الحفايد ديالها. شوفوا كنعرف واحد الحاجه. شوف لا مني ما تفهموش هادو اللي لاصقين حدايا عاد يتفهموا. راهو هرست السراجم كلهم يماه يماه وخلات البرد دابا كيصرفط وعاد كتجي هادي ودارتهم ها هما مغلفين غاب ميكا وكانت تحلك الباب وتشوفوا بعوينتكم. هرست ما خلات السرجم كله كلشي هرساته ودمها كيقطر بالجاج اللي كيطيح عليها. وهي باش حنا نهضروا وندابزوا. قالت لها بنتي سيري هرسي حتى الحيط حيوطه هوديه باش نضربها. وهادي قلت لها انا لا انا قلت لها حنا ما مربيينش على الضرب وعلى العنف وعلى النتاف وعلى هادي وعلى هادي. انا قلت لها لا طاحت لك الحيوطه طيحهم. وهي عاد تبرد تحط يديها وجلست. ملي جلست ناضت لنا هجمت لي على اختي بقات كتنتفى. قهنا الغوات البنات تخلعوا. ملي شافوا داك المنظر صافي جاو البوليس داونا قالوا لي رجعي لدارك. ملي حكيت لهم شني كاين قالوا لي رجعي لدارك. البوليس رجعني لنا عاوتاني. ملي ضربني النيفي عاوتاني مشيت للبوليس
عند وكيلة المالك، دفعت المسائل ديالي، شهادة طبية. من مرتك ديك العنف اللي تعرضتي له، واش خوتي جاو ضربك من اخرك الى اخر، شنو داروا مع البولي؟ شنو دار مع، قلتي لي مشيتي عند وكيلة المالك ياك، مشيتي عند وكيل الملك، فين وصلت مع الدوسي؟ فين وصل الدوسي ديالكم ديال العنف؟ الدوسي ديال العنف راه في المحكمة. استدعاوه ولا مازال؟ باقي ما استدعاوش. شحال داز الوقت؟ شحال داز الوقت؟ دابا من شهر 10. شهر 10 الى يومنا هذا. ملف ديال العنف فين حطيتي الشكايه؟ عند وكيلة المالك مباشره محكمه هنا ديال طنجه. الاسره يعني كانت شكاية مستعجلة، فحنا كنعرفوا انك فاش كانت عند وكيل الملك شكاية مستعجلة. معايا الحقيقة ورجعوني لداري. ولكن هو نحل، هو خوا هو داروا له التزام بانه ما يعنفنيش مرة اخرى ولا يجي من جيت، زعما يجي مرة التزام، ما يدير لك التزام. التزام دار التزام وداكشي صافي صافي. هو اصلا خوا الدار ما بغاش يبقى يجي عندي، باش خاف بالي ما يدير لك حتى شي حاجة، علي شي حاجة ولا هادي. عندنا الشراج طيدار سوز ثاني عندنا الدار هي لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوه. خلاتهم بالبرد، عاد لصقت لهم انا بلاستيك. عاد جابت اختي مسكينه بلاستيك كتبقى تكدور. خليهم ينعسوا في البرد وفي هذا العز، الشتا كطيح وبرد وتهرس للطيقان ديالها. لا واه ما عندهمش القلب كامل، انا كنقولها براسي عريان، ما عندهمش القلب. كي كان عندهم القلب كنحنوا فيها وكنحنوا غير في ولادهم، غير في ولادهم. هادو هازين الكنيه ديالهم الطاهري، ما هازينش الكنيه ديال يما، يعني حنوا في هاد البنات. لا حول ولا قوة الا بالله. الا كان دار دريه صغيره، الا كان كيشوف، الا كانت تسلمو كتشوف، الا هذا شنو تبغي تقولي لهم؟ بغيتك تشوفي في الكاميرا وتوجهي لهم ميساج فيهم، شنو تبغي تقولي لهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، صافي. هذه هي مختصر الكلمات كاملين. لا يش ما حسوش بيا، ما حسوش بداكشي اللي دوزته معاهم، ما حسوش بالحنان اللي عطيته لهم. وهي الاخرانية هي تقول لك، عرفتي كي كنت تتلاقى معاك وتهضر معاك، لا نكرت الجميل ما نعرف. انا كنت خدامه 5 سنين وانا خدامه، كتقول لي ولدي ما كيحنش فيا، ولدي ما كيديرليش، ولدي ما كنقول لها شوف خالتي، كتقول لي شني؟ كنقول لها شوفي ما يبقاش فيك الحال، انا ولدك راه ما كيشريليش باش يبقى فيك الحال، انت انا اللي ما يشريلكش. بغيتي شي حاجه انا ناديها لك، بغيتي شي حاجه انا نعطيها لك، صافي. انا مي خليتها فاس مي نتينا. انا والله ما كنحس، والله ما عندي شي فرق بيناتهم بجوج، والله ما عندي شي فرق. انا النهار اللي هجمت عليا انا راه ما قديتش ناديها ولا نمسها. تشوفها في مثابه الام ديالك، عامله في مرتبه بحال بحال امك. عندك ماماك في فاس وعندك ماماك في طنجه، بحال بحال. علاش انا مشيت عندك وشكيت عليك؟ قلت لك بناتي ما كياكلوا ما كيشربوا ما كي، خصك تحني فيا. لما وقفتيش معايا وقفتي مع ولادك، وقفي مع ولادك ما توقفيش معايا. هذوك راه بناتك، حاملي الاسم ديالكم، حاملي الكنيه ديالكم، حاملين يعني كيتعاملوا معكم، يعني ما عمرهم تعاملوا شي معامله خايبه معكم. انا عاوتاني هكاك صافي، هي متفقه هي مع ولدها صافي. قلتي لي الحاجه دابا عاد واحد النقطه مهمه، كنت قلتي لي انا كنوصيها على عكوسه، شنو كتقولي لها على عكوسه؟ قالوا هاد الليله المباركه المسعوده كنوصيها على عكوسه، كنقول لها بنيتي امك هي اللي راكي عايشه معاها، انا بعيده امك هي، ولكن انا بعيده عليك، وهذيك اللي حداك هي امك، وكتهلا في عكوسها. موصيه انا راضيه عليهم كي قال انت وذكر، راني موصياهم كيتهلا في عكايزاتهم، ماشي انا بحال شي حد. انت ميمتي مي كتشوف، ميمتي مي كتشوفي دابا انت بنتك كبده ديالك، كبرتيها سهرتي عليها تعشريه في كرشك، ضربتي عليها ثمانه وتماره، والله يسمح لنا من حق الوالدين بحال اللي كنقول. كشتيها اليوم عطيتيها عروسه بحال اللي كنقول، عطيتيها ورده من واحد الراجل كان الله يصونها يصونها، ودارت معاه اللي درتو له. انا ما درتو لولدي، ركبتو على العوده ودرت له كي قال العرس في فاس، ركبتو على العوده وعائلته كلها مشات، هما كيسمعوا عائلته كلها مشات، وكلها شافت الماكل، وكلها شافت العود اللي ركب عليهم ولدهم منهيها وجايبينه بالغيطه والطبل والفرايج. كي قال درت له العرس اللي ما درتوش لولادي، درت له هو منين جا يدي والعروسه.
هكا الناس كترد الخير؟ ماشي هكا. حنا بنيتي ماشي دالعيب، وماشي ديال الدباس، وماشي ديال العراك. منين كنتي كتشوفي كيضرب لك بنتك وكيتكرفص عليها ويتكرفص على الحفايات ديالك، شنو كنتي كتحسي ديك الساعة؟ ما كنقولش حتى حاجة. شنو كتحسي؟ كنحس بقلبي كيتقزم، كنحس بنيتي بقلبي كيتقطع، وما عنديش الوجه اللي غيعايبو دابا ولأن وخاوتي كامل اللي دار هذاك النهار اللي جا بقى كيعايرها هنا وانا الفوق، شديت البنيات عندي وقعدت ما هبطتيش، ما حاولتيش تدخلي بينات، ما هبطت ما دخلت ما قديتيش عظامي كيبقاو غزلوا عليا، ما كنعايبوش، كنبقى غنغزل، ما كنعرفش حتى نهضر. يا بنيتي الشكوى لسيدي ربي، هو عائلتك 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 انت زعما عليك، هي 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 هو كيسمع لي انا بحال كيجري عليك يعني، نوضي جميع حوايجك وخرجي بحالك من الدار. اودي راني خصو باش يخليني بوحدي باش يدير فيا يكمل الحكايه ديالو اللي بداها يكملها. انا قلت لك قال لي نديك للجبل، يعني هذيك هي الهروب ديالي من هنا، يا ربني للجبل باش يزيد نطلقك. هانتي بقيتي تما في الجبل مسيبه، ما انتينا مجوجه ما انتينا مطلقه، لا صافي ما عندكش ما انت محل مدفونه وانت بالروح. اقسم لك يمينا لا الناس كيحنوا فيا لا الناس كيعاونوني. هذه الصغيره مسكينه استاذه الحضانه ديالها عيطت لي، حيت قريت عندها البنت الكبيرة، عيطت لي قالت لي يا شوف أختي سعيدة، قالت لي شوف أختي سعيدة ما نخليكش، قالت لي شوفي غير ما تمرضيش وما تطيحيش لوليداتك، بنتك جيبيها كما كنتي كتجيبي هدايا غادي تجيبي هذه، صافي لا خلاص لا ريال لا جوج، أنا كنتعامل معاك لوجه الله، أنت إنسانة ظريفة ومعقولة، حنا ما بغيناكش عيط طيحي لنا الأرض، هادشي اللي بغيناك، كتشوفي الناس يعني برانيا وحانين فيك. وانتينا اللي بنادم من دمهم ولحمهم مخرجينهم دابا للزنقه، علاش؟ علاش؟ كنشوف الناس هما جيران واقفين معايا قايلو كيوكلوهم ويشربوهم ويدخلوهم للديور ديالهم، هنا جيران ديالي دخلوهم للديور ديالهم ووكلوهم وشربوهم وكيغطيوهم، انتينا جيتي على غفله ودفدفوهم بالبطانيات، علاش؟ علاش؟ ها؟ علاش؟ اذا مشاهدي ومتابعي قناه شوف تي في كيقول لك هادشي هذا المنكر هذا، علاش كيدير مع هاد المراه هكا؟ حنا سنين وحنا كنسمعوا هاد المراه كتعذب، يعني الجيران وبنادي نقول بحال نقولوا الجيران، يعني براني ماشي العائله ماشي الدم، جيران وجيران نعم يعني الجيران واقفين معاك. ودابا حنا جالسين دابا مشاهدي تخيلوا دابا حنايا الدار سيده، دابا هذه هي دارها فين تلاحت، والباب اللي لاصقه فينا هي الدار ديال خراج، تخيل يعني هادو وليدات خوه، مرات خوه، وليداتو، راه كيجيو عندو كيقول له عمي، تخيل كتشوف ولاد خوك مسيبي الزنقة في نص الليل في عز البرد، شحال في الساعة دابا؟ هاهي دابا 10:30 ديال الليل، ومازال اسمحوا 10:30 ديال الليل، 10:30 ومازال السيدة في الزنقة، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا رفقا بالقوارير. وصانا وصاكم النبي صلى الله عليه وسلم خلى لكم هذه قبل ما يموت، علاش؟ باش نتهلاو. شكون هما القوارير؟ القوارير هما النساء، مشى يعني اطهر الخلق، ما كنظنش ان كاين شي واحد احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، مشى ورفصاكم بهاد الناس هادو، بهاد النساء هادو، قال لكم رفقا بالقوارير، ماشي تجي انت تزوج بها وتدي لها شبابه وتدي لها متاعه وتدي لها فلوسه ويجي واحد النهار تلوحها للزنقه، علاش ولدتي معاها جوج؟ 5 سنين وهي 5 سنين وربي ما رزقكمش بالعيال، 5 سنين وهي جالسه وصابره معاك وجالسه كتقاتل كتخدم معاك ليل ونهار باش طلعتوها الدار 3 طبقات، طلعتيها بعرق كتافها، هي اللي كانت نهار واللي كتخرج كتخدم وكتعطيك، علاش؟ حيت لقيتيها هنيه. انا دابا كنهضر وعارفه ان لربما تكون عائلته كتشوف هذا اللايف، ولا ربما هو براسو يكون كيشوف هذا اللايف، حيت هاد السيده هادي صبرات مع هاد السيد كفحات، حيت كانت شي وحده اخرى شي بنت الحرام ولا شي وحده اللي مطوره كتقول له هادشي اللي كنعطيك عطيني 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 شي حاجه اللي كدوي انني كنبني معاك، عطيني شي وراق عطيني شي حاجه اللي ما يثبت، هي لا كانت كتعطيه مسلمه مامنه راجلي
مور خمس سنين رزقو بربي بنيته، من مور ديك الشيء جاتهم بنيته الثانيه، تخيل خمس سنين ما رزقوش الله، طوع عطاه ربي رزقك جوج بنات ورزقك عاوتاني واحد الزوجه اللي صالحه واللي كانت كتكافح معاك وصبرت معاك، تا درتي لاباس. جيتي واحد الوقت كتشوف، تخيلوا ان المراه كتشوف راجلها كيخونها، كتشوف التليفون البنات كيصونيو في التليفون، تخيلوا تخيلوا البنت كتكون غير في علاقه غير شرعيه، غير مصاحبه مع صاحبها او لا غير مخطوبينه ولا هذا، كيبقى فيها الحال الا شافت شي حاجه، شي بنت كتعيط لديك صاحبها ولا ديك خطيبها، لا ما بالك ان السيده مزوجه في دارها ووالده معاك جوج عيال، وكتشوف هاد السيده هذه يوميا ان البنات كيهيطوا ليه، وخرجت واكفس من هيدا انه كيخرج معاه بنته وكيخدم معاه هاد صحابته. تخيلوا انك انت غادي تلقى بعاشقه ديالك وغتدي معاك بنتك، شنو بغيتي تعلم ديك البنت؟ بنت مازال صغيره مازال قاصر، شنو بغيتي هاد الانسانه هادي اللي كافحت معاك 14 عام ديال الزواج وخداتك عن حب، خداتك وانت خدام انت وياها في الماكينه الخياطه في المعمل، خداتك وصبرت معاك شويه بشويه حتى تدي الطوموبيل بيتو كوزينه ومع والديه، ما ديتوش عندو الدار، ما عديتوش طمعه ولا شي حاجه، والله ما ديتو طمعه، ما ديتوش، ديت عنده بيتو كوزينه. انت بغيتي قلتي نبداو من الزيرو، كلشي كيبدا من الزيرو، انا ما باغاش الفلوس، انا باغا هو ربي ان شاء الله غيجي واحد النهار انه ربي غيرزقنا. صافي قلت انا ماشي مشكل، انت اللي كتشوفي عيني خصهم العدسات، انا ما دايره لهمش العدسات، عيني ضاعوا لي بالبكاب بالفقصه هذه. كلشي صحتي كلشي دمرت. إذا مشاهدي وتتبعي قناة شوف تيفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. سميتك أختي؟ سعيدة. سعيدة إيش؟ متوكل. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا دابا هو هاد السيد هذا الغريب في الأمر أنه شد عليها باب الدار، جا خرجت السيدة البارح مشات تشوف با هذا، جات كتجبد لوبا مبدلة. تخيلوا السيد ما كاينش، عائلته هما حدانا وكيسمعونا وحنا جالسين في باب الدار ديالهم، ما حاولوش يدخلوا هاد الوليدات للزنقه، عمهم يعني ولاد خوه ما حاولش انه يخرج يجي ويدخل ولاد بنات خاه من الزنقه، ما قدرش انه يجي يدخل مرات خاه من الزنقه، خلاها كتبات في الزنقه، وهذا الراجل مخلي مراته في هذا عز البرد، انا والله الا غير جلست شويه وكنحس بيدي راه تكونجيلاو في هذا البرد هذا، حيت بصح السمره وهاد اليومين حنا كنعرفوا بلي كطيح الشتا والايام دابا الليالي بارده والعواشر، وحنا ماشي رمضان، حنا دابا في شعبان، الناس اللي كتحاول تكفر على ذنوبها كتصوم، كنوضوا ونصوموا تانتي كتصومي، باقا صايمه لحد الان، باقا صايمه ومشيبه في الزنقه وفتره في الزنقه في شعبان، مازال 15 يوم من رمضان، هذا الراجل عوض انه يجي ويشبر هاد مراته ولا كاع حنا مثلا درت معاهم شي جيست ماشي مزيان، نجي والله يسامح مراتي العواشر هادي، مو كذلك، الاخ كذلك، كيفاش انك اخ تشوف ولاد خوك في الزنقه وبعز البرد، واش كنقول في عز البرد 15 يوم قبل رمضان وتخليهم في الزنقه، وكذلك مراته مازال في الزنقه، كيفاش هادشي؟ واش هادشي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وصانا؟ واش هذا هو بيت الزوجيه اللي كنعرفوه؟ واش هو هذا هو اننا نجيو؟ علاش غادي ناخذ انا بنت الناس الا انا باغي نضحك عليها، علاش غناخذها؟ الا انا جا واحد النهار ما بقيت متفاهم معاها، كيف ما دخلنا بالخير وبالاحسان، نخرجوا بالخير وبالاحسان. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. ما نبغيوش، حنا ما كننصحوش الطلاق وما كنشجعوش على الطلاق، ولكن الا اننا نشوفوا ان توصل الكرامه ديال المراه تتهان وتبقى مسيبه في الزنقه المره الاولى والثانيه وهزها ويسيبها في جهه اخرى، فاش مشات ورجعها للمخزن والله يجعل البركه في المخزن ويجعل البركه في سيدنا والحمد لله، وجا ودخلوها للدار عطاها بلوكي سمكه، مشات كدي بشهاده طبيه ورفعت عليه دعوى العنف وعاود دخلت لدارها بالتزام، ومن مور التزام غنجي نلوحها للزنقه ونقول لها والله لا طلقتك وما غنطلقكش وغنديك الجبل، وما انت مزوجه ما انت مطلقه ما انت عايشه ما نصرف عليك، علاش؟ والقط ويحن القشي القطه وكتحن على وليداتها، القطه ما تسمحش في ولادها، شنو هو الاب الا انا الا با انا غتهزني وغتخلي وليداتك مسيبي في الزنقه؟ اذا انا شنو هاد السيده هادي، شنو هو الراجل اللي انا مزوجه بك سيدي، باش انت راجل بهاد المصطلح اقولها، باش انت راجل
الى انا مراتي نهزها ونسيبها في الزنقه بعز العواشر في 15 يوم قبل رمضان في المده البرد واش كطيح ونسيبها وليداتي للزنقه. انتي عاد عندها امتحان غد اليوم ما كانش مشات. قلتي لي ما كانش امتحان وما مشاتش للمدرسه. ما مشاتش للمدرسه، جينا على اساس نمشيو نديوها مع الجوج، جينا باش نهزو الماليطه ونديها مع الجوج، جينا ما صافي باب مسدوده فين بطلت هاد النار، قال لي امتحان لا والو هي مشلا لي بالفقصه، قالت لي ماما دازني الامتحان، اذا انا نسقط اذا هادشي هذا راه اصلا. شنو السنه كتقرا؟ شمن قسم كتقرا بنيتها؟ ثاني وكتجي هي الاولى تبارك الله كتجي هي الاولى. حدات في الدوره الاولى باقي ما عطاوهمش باقي ما عطاوهمش، واني العام الاخر كانت تبارك الله خدات الجائزه الاولانيه تبارك الله جوائز من الوالا. شنو هادشي هذا؟ ضيعوا لي بنتي، علاش علاش؟ دابا حتى هي كتشوف هذاك الشيء ماشي نقول لها، كتشوف النفسيه، كتشوف دابا مشاكل الوالدين غياثروا عليها نفسيا على قرايتها على مستقبلها ياك. نعم نعم كمل. هادشي اللي كاين. نعم انت كتشوفها مخرج. انت الاخ ديالو، انت الاخ ديالو واخا تقدر تهضر معنا تقدر تبان ولا ما باغيش واخا الاخ ديالو دابا العواشر لا ما تدار. انا غنهضر معاك بيني وبينك واخا واخا لا واخا سيدي ما غنبينكش بحق. انا بغيت نسولك واحد السؤال، نسولك واحد السؤال بيناتنا ما هي ما كيشدكش راه شدني انا وياها بني بني تخوك هما هنا ما قديتيش تدخلهم البرد. شكون اللي ما تخليهمش؟ انت ما تخليش بناتك يدخلوا عندها عمهم. هو اصلا تا هو معاهم. ها هو كيقول لك خليهم نخلي هادو بنات خوه بنات خوه معاهم. هذا اصلا رافع عليا دعوه الطلاق، رافع عليا دعوه الخروج هذا. هذا براسو نعيط لك الكوميسير ديال هو وخت هو وراجلي علاش رافع دعوه عليه؟ قال لك الدار د الوراثه، رجعت للدار د الوراثه. انا قلت لك المشكل كانت الدار في سميتو. هاتي بصح انت رفعتي اليوم دعوه بلاتي دابا خليني بالافراغ. انا فاش جبت البوليسي جبت له بان الدار ديالو. ولكن انت واش دعيتي دعيتيهم ان هذه دار ديال الوراثه رجعت دابا؟ هي واخا انت كتقول داعيك على اساس انت هجمتي عليها. واخا انت هجمتيش عليها ولكن انا كندوي لك على الدار. انت 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 رفعتي دعوه ان هذه. دابا انا كنسولك على الدار. الا كانت هذه الدار دو... انا كنبغي نشرح لك واحد الحاجه. لو كانت هذه الدار الوراثه حتى الدار اللي انت ساكن فيها الوراثه، هاد البقعه ارضيه كلها الوراثه. زعما خوك توسط تدخل في الخير. راه رمضان في الطريق صوني عليه. فين هو مال السبت الواحد؟ حرام ولا حلال؟ واش حرام باقي 15 يوم ولا 10 ايام من رمضان وحنا السيده نسيبوها في الزنقه؟ حرام ولا حلال؟ هادو راه الكبده ديال هادو راه الدم ديالك، راه الحلول من دمك. راه شنو ما كانت شوف شوف كتبقاو ليا شي يجيك من الاخر كتبقاو ليا. اسمع اسمعني شتو واخا تكون شنو ما كان شتو واخا تكون قبيحه كتبقى مراه فهمتي ربي وصاكم بها والرسول عليه وسلم كيموت وكيوصي بهم فهمتي كتبقى مراه وكتبقى وليدات دخلوهم ما تخليوش الزنقه وقف معاهم لا منهم. هذوك شوف هذوك من الدم ديالهم. انا عربيه ما كاينش شي حاجه عربيه، كلنا مسلمين كلنا مغاربه وكلنا بحال بعضنا. ما كاين لا عربي لا جبلي لا هذا لا حتى شي حاجه عندهم هما. انا عربيه انت عندك انا حنا خوت انت عندك كل شيء هما عندهم انا عربيه. حاولتي اتصلتي بالاخ ديالك يفتح يحل لهم الباب؟ قالك ما جاوبوش. ها السوارت جبدي السوارت اختي جبدي السوارت عطاهم السيده ها هي اللي قدام قدام العالم ديال لا لا شدها قدام الملاء. ها السوارت ها مكوانسيه. دابا الاخ كيقول ان الباب مكوانسيه واخا اعطيني جرب انا اعطيني نجرب انا. بسم الله جلسي جلسي خلي جالسين. هو هو هذا ياك هو هذا لا لا الساروت ما كيدخلش لا لا ما كيدخلش. هذه ماشي مكواسيه اصلا الساروت ما كيدخلش. وهذا دايش بحال بعطيتهم بحال بعطيتهم اين واحد هذا بحال هذا هذا الفوقي هذا الفوقي وهذا التحتاني هذا التحتاني هذا ديال لا هادو ما عندهمش دابا هي في دابا هذه باش كتحلي الدار هذه ما بغاتش تدخل اصلا
هذا كيوصل لهنا كيوقف. لا لا شوف شوف لو كانت مكوانسيه كان اوموا غيدخل، راه ما كيدخلش اصلا. جيران اصلا قالوا لا راه ما كيدخلش. الناس اصلا قالوا لي، قالوا لي راه جا البارح. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، الاخ هو هنا كيقول لكم بلا ان هذه غير مكوانسيه، حاولنا معاكم نجربوها معاكم على المباشر، الباب مطلوب مبدله ما يمكنش. حنا كنعرفوا اصلا لو كانت غتدخل على الاقل وغنبقاو نحاولوا معاه ما نعرفوا بلي ما كيدخلش اصلا الساروت. شوف كيفاش ما عندهم يدخل. حاولتوا تعيطوا له خاك، حاولتي تعيط خاك، عيطتي له سقسيتي قلتي له مراتك في الزنقه. شوف ياك خاك انا كنسقسيك انت حاولتي تعمل حاولتي تدخل في خيط ابيض بين هاد لا انا كنهضر لك على اليوم على السيده اللي جبرت باب مبدله وغتبقى في الزنقه. ما جاوبنيش هاش ما جاوب خاك، جربتي تعيط له ما جاوبكش. حتى هي ملات. اذا نساليو كيف ما دخلنا بالحسنى نخرجوا بالحسنى. نساليو هو تا هي كتقول له نساليو وما باغيش يطلق. الى المشاكل يساليو. شكون هذه اللي كيعجبها ولادها مزحفين؟ شكون قولوا لي شكون. انا مزوقه فيكم، قولوا لي شكون هذه اللي كتبغي ولادها. شكون هذه اللي كتبغي ولادها النفسيه ديالهم تبرد لهم. شكون مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي. امين برتي برتي معليش ربي كبير. هذا اختبار من عند الله، قولي الحمد لله. الحمد لله المصاب والحمد لله. انا قلت له قلت له اللي عطاني المقدن انا معاه، خرجني والله ما نزيد معاه دقيقه. نقول له سي عدت الكوميسير عطيني نص نهار ولا قسمين المكانه ولا ساعتين المكانه نخرج فيها حوايجي. انا اللي قال لي المخزن انا معاه، انا ما نهربش من الحق، ما نهربش لا من الطلاق لا من العنف لا من حتى شي حاجه، ما نهربش من الحق والله ما نهرب من الحق. صافي اللي اداها لي المخزن انا قابله عليها. انا قلت له شتي تتعطيني 20 درهم والمخزن يخرج لي 10 دراهم، امشي تبع اللي على يد المخزن ناخذ داك 10 دراهم. علاش ناخذها على يد المخزن؟ ماشي اليوم تقول لي بيني وبينك كنعطيك داك 20 درهم وغدا ما تعطيها ليش مره. انا هادشي اللي كنقول له، وما بغايش هادشي هذا، باغي نسلم في كل شيء، باغي هادشي اللي باغي. سلمت في حياتي في صحتي في كل شيء لي. صافي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله. هذا مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي، هذا نداء عاجل بسبب المشاكل ديالي. امي عاوتاني هكاك هي كتشوفوها، انتم كتشوفوها مريضه حتى هي، الدوايات عندها سقط الدوايات راه لداخل. دابا هي قيلت نهار كامل ما شربش الدواء بنتي، عاوتاني هكاك خصها الفاصمه خصها تبدلها على عيني، عندها الترويض. ها هي ما مبدله ما والو، انا خصني نشرب الدواء ديالي. الدواء عندكم داخل كلشي لداخل؟ كلشي لداخل، احنا ما ناويين شي حاجه قبيح والله ما ناويين. هانتوما كتشوف عند مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي. لا حول الله. اذا هذا نداء عاجل ومستعجل. لا خليك عافاك تما، الا كانت هنا شي جمعيه كتسمع، الا كانت شي جمعيه تقدر توقف مع هاد السيده هادي، الا كان هنا شي مسؤول كيسمعنا. السيده مشات اليوم جات جبرت بدارها مجدوده، اللوبه ديالها مبدله قصدات كوميساريه. هذا اول حاجه، اول اجراءات غتمشي ديكلاري سيده مولات الدار ام عندها جوج وليدات مشات للكوميساريه باش انها ترجع. قالوا ليها اليوم السبت خصك تستنى الامر باش اننا نفرعوا لك الباب، خصنا امر الوكيل الملك. واخا الخطوات حنا كنعرفوهم شنو هما وكنعرفوا المسطره شنو هي والاجراءات شنو هما، ولكن وعلامه استفهام كبيره اللي غنطرحها هنا
واش هاد الام هادي وهاد الوليدات هادو اللي معاها واش غيبقاو يستناو حتى نهار الاثنين؟ واش غتبقى تبات هي يومين في الزنقه، تبات السبت والحد في الزنقه، حتى نهار الاثنين عاد تمشي عند وكيل الملك، عاد يجي الاذن، عاد تجي تهرس الباب، عاد تقول لدارها. غتبقى هاد السيده هادي يومين مصيبه في الزنقه كتسنى المسطره كنعرفوها واضحه اه، ولكن لا حبذا يكون واحد الاجراء ولا شي حاجه اللي نقدروا نعملوها مع هاد الناس هادو، نديوها فين تبات هاد اليومين هادو، نديوها في ما تبقاش في الزنقه، ما تبقاش في الزنقه. القانون طبعا كيحميها، القانون صفها ونصف هاد الوليدات هادو. ما كاين شي واحد عنده الحق انه يرمي ام، هادي راه ما يمكنش انك تجي تزوجتي بها واستغلها كيف ما بغيتي، تاخذ منها ديتي لها حياتها، ديتي لها شبابها، ديتي لها الفلاوز ديالها، ديتي لها المسائل ديالها كلهم، وتجي ترميها ما نصرف لها عليك لا على ولادي. واخا نقولوا كاع هاد السيده ما كتسواش، نقولوا هاد السيده ناضت معاك معاها المشكل، غادي نطلقها. وليداتك وليدات شنو الدم هاد الوليدات؟ شنو الدم هاد الوليدات؟ ما كاينش شي حاجه اللي كتاثر في الاولاد وكتمرضهم وكتعقدهم وكتكون سبب انهم الفشل ديالهم من الصغر وما كيبقاو لا يقراو حتى شي حاجه بسبب هاد المشاكل اللي كيعيشوها هما في صغرهم. حيت الولد الصغير راه كيبقى دابا حاليا عنده واحد الشريط في بالو، راه كيبقى يسجل اليوم غدا راه ما كيتسنساش. ربما انت كتقول لا حقا راه باقي الدري الصغير ما غيعقلوش، ولكن لا كيعقلوا حيت دابا الشريط كيتسجل. غيجي واحد النهار اه بابا كان كيضرب ماما، اذا هادشي هذا راه عادي، اه بابا كان كيزب، اذا بابا ما كانش كيديها فينا، اذا هذا وزيد وهكذا دواليه. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، كنتواجدوا معاكم في المرز بالضبط حي المرز. السيده من الصباح من 11 ديال الصباح، ودابا ها هي دابا 11 قلق سماين 11 الليل، والسيده مازال في الزنقه الليل، وهي مازال في الزنقه الليل ما عندهاش فين تمشي. فاذا هذا كيف ما قلت لكم قبيله، هذا نداء الى هنا شي مسؤول، الى هنا شي جمعيه توقف معاها، الى هنا شي محامي، الى كان شي واحد يوقف معاها، يوقف معاها لا ماديا لا معنويا لا من جميع النواحي. علاش؟ لان السيده تعنفت مجموعه العنف، ماشي غير ديال الضرب، كاين العنف النفسي وكاين العنف الضدي، كاين مجموعه العنف اللي تمارس على هاد السيده هادي وعلى هاد الاطفال هادو. اذا خصنا دابا حاليا نهضروا على النفقه، نهضروا على العنف، نهضروا على الملفات اللي سكتت وصبرت عليهم سنوات طوال. زيد اخر ملف هو هذا اللي حنا جالسين دابا حاليا باب الدرها هي. تخيلوا ام خرجت تقضي صوالحها، جات هي وليداتها رجعه للدار غتلقى اللوبه مبدله، فين غتبات؟ فين غتمشي؟ في عز البرد وفي العواشر. اذا لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، حنا خلينا لكم هنا في التحيط، غتلقاو في العنوان مكتوب الرقم ديالها، اللي يقدر انه يتعاون معها باي حاجه، اللي يقدر انه يتصل بها يجي عندها. انا قلت لكم هي هي دابا هنا ما عندها فين تمشي، غتجيو فيها وتلقاوها واقفه جالسه في هذه العتبه بيت هنا، ها الام ديالها معانا، عائلتها وجينا هنا ضارين بها، ما عندها حتى شي حاجه من غير هادو اللي معاها والله سبحانه وتعالى، وحنا طبعا حنا معاها من الاول حتى الاخر. فاللي يقدر انه يعاونها ويوقف معاها باش ينال هاد الوحش هذا، علاش كنقول وحش؟ ما يمكنش انك تكون ادمي، وما يمكنش ان يكون عن اب ويكون عندك قلب وتدير هاد الحاله فهاد مرتك وهاد وليداتك بهاد الطريقه هادي. اذا اللي يقدر انه يتواصل معها الرقم حنا خلينا لكم تحت، تتواصل معها بشكل مباشر. اذا مشاهدي متتبعي قناه شوف تيفي، كنتم معنا في هذا البث المباشر مدينه طنجه، مع السلامه.